ديفاندابل مساء الخير. الحمد لله. كنجدد استرحاب جميع الحضور، ضيوف، صحافه، لجنه التحكيم، مشاركات، وانا كنهضر بصفتي عضوة في الجمعيه. ربما الانسان كيبانو بالنوبات على الناس اللي كيبانو بالطوك الفعل. طعام كيكون جاهز صعيب باش الانسان يقول كيفاش وصل. وحنا كنا من الناس اللي عانوا كثير باش ينجحوا هذه الدوره، خصوصا الدوره الثانيه. الدوره الاولى عرفنا عراقيل ما غاديش نحسوا عليكم، وربما الجميع كيعرفها. اللي جعلت فينا باش نمشيو لهذ الدوره الثانيه واحد الصعوبه كبيره، ولكن كنشجع فريمون كنشجع الرئيسه ديال الجمعيه منى موال، لانه ما فقدش الامل وتابع المسيره بالرغم من صعوبه العراقيل. زعما يعني ما انا جالسه ما محتاجش الصبح، وهذا شيء ما كنلقاوش بزاف، وعطاونا نفس باش نكملوا. راه ما تحلمو